السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج اتجاهات الصحافة ونطالع فيها. تحديات السلام في ليبيا والدور الدولي، تداعيات التهريب والهجرة غير القانونية، أبعاد إعلان الثني ثقلته وتداعياته. نناقش هذه الموضوعات وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب من برشلونة الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل. سيد جيدل، أرحب بك معي في حلقة اليوم. أهلاً وسهلاً، شكراً على الاستضافة. فيما تتجه الأنظار إلى محادثات السلام المتعثرة في ليبيا، تتتالى المقترحات الدولية لتطويق الأزمة، ويبدو الدور الأوروبي بارزا، وهو ما دفع بعض المتابعين للشأن الليبي إلى الحديث عن إمكانية نشر الاتحاد الأوروبي وحدات للتخطيط والوساطة لدعم الترتيبات الأمنية المحلية، فضلا عن دعم المسار السلمي والعمل الإنساني. في الوقت نفسه يتحدث آخرون عن البعد الدولي للأزمة الليبية، خاصة بعد عجز النظام العربي عن احتواء الصراعات، وفقا لما ذهب إليه بعض المحللين الذين يرجحون كفة الحل السلمي لتطويق الأزمة. أشار الكاتبان طارق المجيرسي وماتيا توالدو في الجزء الثاني من مقاليهما على موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى وجود عدد متزايد من اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية حدثت الشهر الماضي، وقد استندت هذه الاتفاقات على نفاد صبر الليبيين، ولكنها في حاجة إلى دعم لأنها تمثل الضمان الوحيد للأمن حتى تشكيل جيش وقوات أمنية محايدين. وأشار الكاتبان أنه لدعم هذه الاتفاقات يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بعدة أمور، أولها نشر وحدات للتخطيط والوساطة لدعم الترتيبات الأمنية المحلية، فيما يبقى نشر وحدات ليس آمناً حالياً في ليبيا، وسيكون إرساء وحدة بتونس في متناول معظم الفصائل الليبية. ثانياً، كان الاتحاد الأوروبي يدير لبعض الوقت مسار الحوار داخل الأمم المتحدة، وينبغي أن يتواصل ذلك بصورة منتظمة لدعم العملية السياسية ومناقشة تدابير إنسانية ملموسة. ثالثاً، على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أن يبدأوا العمل فوراً مع المجالس المحلية من أجل تدعيم الخدمات العامة والأمن المحلي، وهما عنصران مهمان استخدمهما ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية لتأسيس وجوده. تطرق الكاتب الصحفي فهمي هويدي في مقال على موقع صحيفة الشروق المصرية إلى ما وصفها بالطبخة التي أوشكت على النضوج لتقسيم العالم العربي، مبينا أن أوان رسم خرائط جغرافية المنطقة قد حان. وقال المفكر المصري: يبدو أننا بصدد الانتقال من الحديث عن إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط إلى محاولة تنزيل التشكيل الجديد على الأرض. وبعد أن تطرق الكاتب إلى ما يجري في اليمن وسوريا ودور الدول الأجنبية في افتعال الأزمات، عرج على ما يجري في ليبيا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في منتصف شهر يوليو الماضي أن الأطراف الليبية توافقت على مسودة الاتفاق لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأن ممثلي تلك الأطراف وقعوا على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في الصخيرات برعاية مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون. وقال الكاتب إن التطور الأهم في ليبيا حدث في مدينة الدرنة التي عرفت تقليديا بأنها إحدى قلاع التطرف، وكان لتنظيم داعش حضوره الظاهر فيها، ذلك أن مجموعات الثوار وفي المقدمة كتيبة شهداء أبو سليم اشتبكوا مع أنصار داعش بعدما قتلوا أحد أبرز الشخصيات العامة في درنة الشيخ ناصر العكر، الأمر الذي أدى إلى استنفار مجتمع درنة وتلاحمهم مع الثوار. وأضاف المفكر المصري فهمي هويدي أن الجميع اصطف في مواجهة مسلحة ضد أنصار داعش في شهر يونيو الماضي، وفي 4 أيام دحروهم وأخرجوهم تماما من المدينة بعدما قتلوا منهم عددا غير قليل، واعتقلوا نحو 300 شخص من الدواعش بينهم 10 من المصريين. وخلص هويدي إلى القول إن النظام العربي عجز عن القيام بدور احتواء الصراعات
الصراعات التي جدت في كل بلد، الأمر الذي اقتضى تدخلا دوليا من جانب الأمم المتحدة، ما لم يحقق المراد منه حتى الآن، مشيرا إلى أنه بعد مضي نحو 4 سنوات على الصراع الداخلي عجزت المواجهات المسلحة عن حسم الموقف في الدول الثلاث، الأمر الذي أدى إلى إنهاك الجميع فضلا عن الخراب الذي حل بكل بلد جراء الاحتكام إلى السلاح. لذلك لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى الحل السياسي الذي يهدف إلى التوصل إلى حلول وسط ترضي الأطراف المتصارعة بما فيها عناصر الثورة المضادة. أذكر أن ضيفنا الكريم يحدثنا عبر سكايب من برشلونة وهو الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل. سيد حسين، بداية بالنظر إلى الوضع في ليبيا وفي ظل انتشار السلاح واحتدام المعارك أيضا، هل من دور لاتفاقات وقف إطلاق النار المحلية برأيك؟ نعم، هل يمكنك أن تعيدي السؤال لأن هذا التقطع في الصوت؟ نعم، كنت قد طرحت عليك يعني بالنظر إلى الوضع في ليبيا واحتدام المعارك، هل من دور لاتفاقات السلام في ليبيا المحلية هنا أقصد؟ نعم، الحل السياسي في ليبيا أصبح أكثر من ضرورة، والعمليات التي تقوم بها القبائل بمحاولة الإصلاح هي عمليات يجب تثمينها، ولكن لابد أن لا تكون خارج السلطة الليبية التي ستنبثق مستقبلا في حكومة عن طريق حكومة وفاق وطني. إذن القبائل لها دورها في تجسيد الأمن، في إحلال الأمن، وفي دعم المسار السياسي الذي يمكن أن يجمع الليبيين، رغم أن بعض القبائل لا زالت تخضع لتدخلات خارجية، وهذا يعني طبيعة الشأن الليبي الآن، ما زال العنصر الخارجي ممثلا في مصر والإمارات يلعب دورا في ليبيا داخل ليبيا، وبعض القبائل تتقاسم وجهة نظر الإخوة في طبرق، وليست بعيدة عن التدخلات المصرية والإماراتية، وخاصة القبائل التي تحالفت مع جماعة الزنتان ومع بقايا النظام. طيب، الكاتبان طارق المجريسي وماتيا توالدو يعتبران أن هذه الاتفاقيات يمكن أن تنجح إذا دعمها الاتحاد الأوروبي، في رأيك لماذا اختارا الاتحاد الأوروبي تحديدا دون غيره؟ أولا، الاتحاد الأوروبي هو أقرب إلى ليبيا ومصالحه أكبر مع ليبيا، فلا ننسى أن ليبيا موجودة جنوب البحر الأبيض، جنوب أوروبا، وكل ما يحدث في ليبيا سواء كان سياسيا أم عسكريا يهم الأوروبيين أولا، وهذا من جهة. من جهة ثانية، مصالح وخاصة مثلا إيطاليا التي تعتبر أول شريك لليبيا ومصالحها أكبر فيما يتعلق بالنفط وغير النفط، وكذلك العلاقات التاريخية بين ليبيا وبين أوروبا، هناك علاقات تاريخية، وهذه الدول لها تأثير على الفاعلين السياسيين الليبيين، وهذه الفكرة التي تطرق إليها الكاتبان هي موجودة في برنامج مسطر منذ مدة لدى الأوروبيين. في حالة الوصول إلى حكومة توافق وطني، فإن الليبيين الاتحاد الأوروبي سيدعم بطريقة ما تكوين الإطارات في جانبها المحلي، أي جانب القبائل وتسيير البلديات وسير المدن وحفظ الأمن، ومع ما يمكن أن يقدمه للجيش الليبي. إذن هذا موجود. طيب، موجود في برنامج أوروبي. طيب، هل من السهل في رأيك سيد جيدل يعني الإقبال على نشر وحدات للتخطيط والوساطة من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الترتيبات الأمنية المحلية؟ نعم، ولكن هذا لن يتم إلا بوجود حكومة التوافق الوطني وتحت مراقبة الحكومة التوافق الوطني، وفي إطار ما يسمى بمشاركة جميع دول الإقليم أو الدول الإقليمية في الترتيبات الأمنية. لماذا؟ لأن أمن ليبيا من أمن المنطقة كلها، ولا بد أن يتم هذا
في إطار سيادي، لأن الليبيين سواء الإخوة في طبرق أو الإخوة في طرابلس لن يقبلوا أبدا بأن تنتهك سيادتهم وأن تقام ترتيبات بمعزل عن سلطة سياسية. طيب، إلى أي مدى سيحقق دعم الاتحاد الأوروبي للخدمات العامة هنا والأمن المحلي استقرارا نسبيا، طبعا بالتعاون مع المجالس المحلية الليبية، خصوصا سيد جيدل أن هاتين العنصرين تحديدا يستخدمهما تنظيم الدولة لتأسيس وتعزيز وجوده داخل ليبيا؟ نعم، تنظيم الدولة يتغذى من انعدام الأمن الموجود ويتغذى من تهلهل الدولة أو انعدام الدولة التي تقدم الخدمات والتي تحفظ الأمن والتي تقدم للليبيين ما يريدون. نعم، يتغذى من هذا كما يتغذى من الأفكار المتطرفة. إذن الأوروبيون نعم يمكنهم أن يساهموا فعلا في تكوين الإطارات، يمكنهم أن يقدموا خدمات، لهم تجارب مع هذه الدول، لهم تجارب مع الحالات التي تشبه إلى حد ما الحالة الليبية، وخاصة في لبنان وفي بعض الدول الأخرى رغم الفارق الكبير. إذن يمكنهم أن يقدموا هذا، ولكن هذا لابد أن يتم في إطار حكومة التوافق التي لها السلطة الفعلية والسلطة الشرعية. ونعم سيتم وستتحسن الظروف، إضافة إلى هذا إذا تمت الوصول إلى حكومة توافق وطني فإن أيضا هناك استنفار للليبيين لبناء دولتهم وللخروج من هذه الوضعية، وستكون الدول سواء أوروبية وغير أوروبية دول ستساعد الليبيين. كل شيء سيتم بفضل الليبيين وبمساعدة الآخرين. طيب، ما تعليقك على ما كتبه الصحفي فهمي هويدي على صحيفة الشروق المصرية من أنه نظرا لعجز المواجهات المسلحة عن الحسم فلا مفر من اللجوء إلى الحل السياسي الذي يهدف إلى إيجاد حلول وسط ترضي الأطراف المتصارعة ومنها أيضا عناصر الثورة المضادة؟ نعم، هذه أصبحت أظن أنها بديهية رغم وجود بعض الأوهام لدى البعض الذين يحاولون فرض الحل السياسي ويحاولون أيضا أن يدعموا حلا عسكريا في ليبيا. لا حل عسكريا في ليبيا، الحل حل سياسي. الآن بقي إشكال كبير جدا، هو نظرا إلى تردي الأوضاع في ليبيا وإلى تنامي الإرهاب وخاصة ممثلا في تنظيم داعش، فإذا كان انضمام فلول النظام الذين يشكلون جزءا من جماعة طبرق يمكن، إذا كان يمكن أن يكون أن يسرع في الحل في الوصول إلى حكم التوافق، فلماذا؟ وهذه فكرة الأوروبيون الآن يحاولون تسويقها، ونحن نعرف أن المؤتمر الوطني والإخوة في طرابلس يرفضون ذلك، ويرفضون شخصيات محددة بعينها، يرفضون أن يكون لها دور سياسي في المستقبل. لكن فلول النظام يمكن أن تنضم، ويمكن أن يعاد النظر في قانون العزل السياسي. نعم، ويكون في إطار مصالحة شاملة ووضحت فكرتك سيد جيدل، تبقى معي بالطبع إلى المحور الثاني وأنتم كذلك مشاهدينا. يمثل انتشار السلاح في صفوف الليبيين من العوامل التي تغذي الصراع بين الأطراف فضلا عن صراع الحكومتين المتنازعتين، هذا ويبقى التهريب والهجرة غير القانونية من العوامل المتشابكة التي تهدد أمن البلاد وتطرح مخاوف من إمكان تسلل بعض العناصر من الجماعات الجهادية خارج الحدود الليبية. تطرق مراسل موقع العربية الجديد من ليبيا أحمد الخميسي إلى ازدهار تجارة السلاح في ليبيا هذه الأيام جراء النزاع بين حكومتي طرابلس وطبرق وظهور جماعات متطرفة من بينها تنظيم داعش، ما زاد من تردي الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أن كل مواطن ليبي لديه سلاح أو بندقية صيد في أسوأ ظروف للدفاع عن نفسه، ما تسبب في ارتفاع أسعار تلك الأسلحة، واتسعت هذه التجارة عبر السوق السوداء ليصل السلاح حتى أيدي
الأطفال. وفي السياق نفسه فتحت محلات في طرابلس ومصراتة والزاوية بشكل رسمي تختص ببيع بنادق الصيد. وفي لقاء مع صاحب المحل الواقع بمنطقة أنجيلا بطرابلس يقول إنه فتح المحل عن طريق وزارة الاقتصاد كما هو متعارف بشأن التراخيص، وإن عملية البيع تحصل بشكل عادي علما أن أسعار السلاح ترتفع وتنخفض بحسب الصراعات المسلحة في البلاد. ونقل مراسل العربي الجديد عن مسؤول فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يوجد حتى الآن جيش وطني ولا أمن وطني، كما لا يوجد نظام حماية للحدود لمنع تدفق الناس والأسلحة والمخدرات إلى البلاد. لهذا هناك تهديد حقيقي للبلاد سواء من الداخل أو من الخارج. وذكر مراسل العربي الجديد أن خبراء في الأمم المتحدة كشفوا العام الماضي أن تهريب الأسلحة خارج ليبيا يغذي الصراعات والتمرد والإرهاب في قارات عدة، فقد أصبحت ليبيا مصدراً رئيسياً للأسلحة غير المشروعة، حيث تم التحقق في معلومات عن نقل أسلحة من ليبيا إلى 14 دولة. ذكر موقع فرانس انتر في مقال بعنوان هل يوجد حقا إرهابيون ضمن المهاجرين أن النائب الجمهوري كريستيان أستروسي أشار إلى وجود إرهابيين من تنظيم داعش ضمن المهاجرين. ورغم دعوات بعض القادة الأوروبيين لليقظة إلا أنه لم يقع حتى الآن الإبلاغ عن أي حالة تسلل للإرهابيين في صفوف المهاجرين. وصرح النائب ورئيس بلدية نيس كريستيان أسهوسي أن الإرهابيين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية يتسللون ضمن المهاجرين، كما يقول نحن نعلم فأجهزة الاستخبارات نبهتنا باستمرار حيال هذا الموضوع، مؤكدا حرص أوروبا على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الهجرة جنوب أوروبا. وكان منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كريشوف قد دعا الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود إلى اليقظة خوفا من تسلل الجهاديين في صورة لاجئين إلى أوروبا. من جهتها أكدت الحكومة الألمانية في الأيام الأخيرة أنه لا وجود لأي دليل ملموس يؤكد وجود مقاتلين من تنظيم الدولة كلاجئين، دون استبعاد استخدام الإرهابيين في كل من سوريا وليبيا لشبكات التهريب لأغراض إرهابية. ويقر الكاتب أن الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية لم يعرض هذه الفرضية، لكن المنظمة تبثت مرتين انتقال المهاجرين من جنوب الصحراء إلى مدينة سرت التي تحتوي على ميناء تحت سيطرتهم منذ فبراير الماضي. سيد جيدل، صحيفة العربي الجديد تسلط ضوءها على آفة تجارة الأسلحة، هل ترى أن ليبيا أصبحت بيئة خصبة لممارسة تجارة بيع الأسلحة برأيك؟ نعم، الآن ليبيا كأي دولة تنعدم فيها، كأي منطقة تنعدم فيها مؤسسات الدولة، نعم تجارة السلاح تشهد ازدهارا كبيرا. لا ننسى أن هناك أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا، وأن الشعب الليبي في معظمه ثائر ويملك سلاح، وبالتالي هذه الأسلحة موجودة، ولكن هناك أسلحة تتدفق من الخارج نحو ليبيا لتغذية الصراع، وخاصة من الأطراف التي تحاول وأد أو تعطيل الحل السياسي. إذن تجارة الأسلحة لها علاقة دائما بانعدام الأمن مهما كانت المنطقة، وليبيا الآن ضحية وليست مصدرا للأسلحة فقط، لكن هي أيضا ضحية لهذه العمليات. صحيفة العربي الجديد سيد جيدل ذكرت أنه في منتصف 2012 حاولت السلطات آنذاك تجميع السلاح عبر إقامة مهرجانات في الميادين، يعني تحث على تسليم المواطنين لأسلحتهم، ولكن سرعان ما سرقت هذه الأسلحة من المخازن وفي غضون يومين. هل يعطي ذلك مؤشرا إلى عدم وثوق المواطنين بأي بادرة تطلقها السلطات فيما بعد؟ لا، الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك. حتى ولو جمعت بعض القطع، قطع السلاح، لن يتم هذا إلا إذا أدرك الليبيون أن هناك حكومة تحظى بالاحترام وبالثقة وبالشرعية، وأنها تجعل من المسألة الأمنية مسألة في بداية أولوياتها أو في أولى أولوياتها. حينها
سيقبل الليبيون على تسليم أسلحتهم، والذين يرفضون تسليم الأسلحة سيكونون خارج القانون، ولكن لم نصل إلى هذا، لابد من الوصول إلى هذا. إضافة إلى ذلك، لا ننسى أن سرقة السلاح التي تمت لم تتم عن طريق المواطنين، وإنما عن طريق أطراف نافذة في السلطة التي تتاجر بهذه الأسلحة، والتي أيضا تحاول تعطيل مسار الثورة ووأد الثورة، وذلك بإشعال نار الفتنة في ليبيا. طيب، يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمالية تسلل إرهابيين ضمن قوافل المهاجرين غير النظاميين عبر المتوسط طبعا انطلاقا من ليبيا، لكن إلى الآن بحسب موقع راديو أنتير الفرنسي لم يقع الإبلاغ عن أي حالة تسلل، ما تعليقك؟ أظن أن هذه القضية كنت قد تطرقت إليها عبر قناتكم. ليس من مصلحة داعش أن ترسل إرهابيين إلى أوروبا، بالعكس هي تريد أن يأتي إليها، هي في حاجة إلى أشخاص، في حاجة إلى رجال، وبالتالي تسلل إرهابيين عبر الهجرة هذا كلام يعني لا أساس له من صحة، وكلام يعني للترويج. ولقد رأينا النائب هذا النائب إستروسي معروف بأنه الآن في حملة انتخابية، لأن هناك انتخابات قريبة جدا في فرنسا، وهو معروف أنه قريب من اليمين المتطرف وموجود في منطقة تعج بالمتطرفين أو بالعنصريين المعادين للمهاجرين، فيريد أن يجعل من قضية الهجرة هذه وتطرق الإرهابيين ماطية لحملته السياسية ولربح الأصوات، وهو معروف يعني إستروسي معروف بهذه المواقف المعادية للمهاجرين. إذا لا أظن أن هناك تسلل، إذا كان هناك تسلل لأشخاص فمعنى ذلك أن الاستخبارات تعرف يوميا من يلتحق بداعش، وهذا أمر غير معقول إطلاقا. تذهب معي سيد جيدر إلى المحور الثالث والأخير، وكذلك أنتم مشاهدين الأعزاء. مع تضارب الأنباء حول استقالة الثني، تختلف الاحتمالات بشأن تداعيات تلك الاستقالة ومدى تأثيرها في الوضع في ليبيا، خاصة هنا فيما يتعلق بمحادثات السلام التي تبقى رهن اتفاق الأطراف المتحاورة. ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا في نسختها الإنجليزية في مقال أن الغموض يحيط بإعلان رئيس الحكومة المؤقتة في طبرق استقالته، ويعتقد العديد من المحللين أن من الصعب التنبؤ بما إذا كانت حكومة طبرق ستعمل بشكل فعال مع إجراء الجولة الرئيسية لمحادثات السلام بين الأطراف المتحاربة. ويرى بعض المحللين أن إعلان الاستقالة يعكس الاضطرابات داخل الحكومة الليبية ويلقي بظلال من الشك على مستقبلها، حيث يقول المحلل السياسي قاسم رماعي إن الحكومة تواجه بالتأكيد مشاكل داخلها، مبينا أنها لا تعمل كفريق واحد. وأشارت الوكالة إلى أن إعلان الثني جاء بعد ساعات من انطلاق محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة، ليس من الواضح ما إذا كان مرتبطا بالمحادثات أو عملية السلام الجارية. وقد بينت صحيفة ليبيا هيرالد أن استقالة الثني كانت غير متوقعة، وعلى ما يبدو كانت رد فعل انفعالي عندما واجه الكثير من الأسئلة الصعبة. وكان بعض المشاهدين قد تساءلوا حيال عدم كفاءة الثني في التعامل مع الأزمة الليبية المستمرة، متمثلة في الاشتباكات المسلحة ونقص الوقود والكهرباء. سيد جيدل، ما دلالة تواصل اهتمام الصحافة العالمية بدوافع وأسباب أيضا استقالة رئيس حكومة الأزمة عبد الله الثني برأيك؟ طبعا بكل تأكيد لابد للصحافة الأجنبية أن تهتم بهذا. لماذا؟ لأن عبد الله الثني يمثل الواجهة السياسية لجماعة طبرق، والتي هي طرف في المشكل الليبي، والتي هي الآن تتحاور مع جماعة طرابلس للوصول إلى حكم التوافق. فاستقالة رأس الحكومة التي تدير هذا الحوار طبعا سيؤثر وسيعطل مسار الحوار، وسيلقي بظلال من شك، ولا ندري كيف يمكن أن إذا تم ذلك كيف يمكن أن تتم عملية التحاور. طبعا كنت من قبل على قناتكم ذكرت أن الإخوة في طبرق ليسوا كتلة واحدة، بل هم منقسمون إلى ثلاثة أقسام،
من 3 أقسام، منها من يؤيد الحوار ومنها من يرفضه مطلقا وهم جماعة حفتر، ومنهم من هو متردد. طيب بالحديث فقط عن موضوع استقالة عبد الله الثني ولا نذهب بعيد عن هذا الموضوع، في رأيك ما تأثير إعلان رئيس حكومة الأزمة استقالته في المحادثات أو عملية السلام الجارية حاليا؟ طبعا لابد ان نذكر ان عبد الله الثني كان قد هدد من قبل في 2014 بعد شهر من تعيينه بالاستقاله نظرا لما وقع لعائلته من ضغوط. نعم. اذا لو تم استقاله فعلا فان عمليه الحوار ستتعطل، وان الاخوه في طبرق سياخذون وقتا لتعيين من ينوبه، وخاصه وانهم منقسمون فلا بد لهم ايضا من شخصيه تتوافق عليها جميع الأطراف في طبرق لتكون ممثلة لهذا الطرف حتى تتم عملية مواصلة عملية الحوار. نعم. إذن استقالة رئيس عبد الله الثني إن تمت فإنها ستعطل عملية. وبهذا أختتم معك هذه الحلقة، أشكرك جزيل الشكر. ضيفنا العزيز كان معنا عبر سكايب من برشلونة الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل. ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام، كما عودناكم دائما. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا غالية أبو زعكوك، في أمان الله.